Techno Planète. Information. Clarinette. Clarinette. السلام عليكم الإخوة والأخوات، أتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم عبد الله زين الدين. على ذكر هاد الأجهزة أو ليزابليكاسيون موان سيكوريزي، الضعيفات الأمان كما كتسميها جوجل، بحال ويندوز ميل بالنسبة للناس اللي عندهم الجيميل كما قالوا الإخوان، ولات كتفرض شي حويجات هادي جيميل أو جوجل باش تولي تستخدم ويندوز ميل. يعني هذيك الطريقه باش كنا كنكوشيو هذيك الزنقات خدامه. دابا اشنو كيقترحوا دير لا فاليداسيون اون دو زيتاب. في المرحله الاولى، المرحله الثانيه ديروا تاخذوا واحد المودو باس دابليكاسيون، تكوليه في المودو باس ملي تدير لو نون ديالك في ديتيليزاتور في ويندوز ميل، بلاص لادريس كدير لادريس ايميل، كدير الايميل ديالك بلاص المودو باس، كدير هاد المودو باس اللي غيعطيوه لك واللي غيبقى يخدم بحال في ويندوز ميل. وطبيعة الحال ملي تدخل الجيميل راه غادي تخدم في لو نافيغاتور العادي، راه غتخدم المود باس ديالك العادي. كيفاش كنديرو بعدا هذا باش ناخذ هذا باش نديرو لا فاليداسيون اون دو زيتاب؟ اولا كنمشيو للباغ دادريس ديال لو نافيغاتور بحال جوجل مثلا او ايدج، كنديرو http://s/ account account.google.com. اونتري، من بعد نديرو اللي ما كناش مكونيكتين الايميل ديالنا المود باس ديالنا، من بعد نقلبو على ليان سيكوريتي. اونتري بطبيعه الحال ديك الساعات غادي نقلبو على لا فاليداسيون اون دو زيتاب، ما نقلبوش. كاين مود باس دابليكاسيون اللي كندير لا فاليداسيون دو مود باس، غنقلب على مود باس دابليكاسيون غيلقاها. اللي ما كانش داير لا فاليداسيون اون دو زيتاب راه ما غيلقاش هاد مود باس دابليكاسيون اصلا، غيلقى غير مود باس، وهذا مود باس بوحدو، هاد الكلمه هكذا وهاد اللي يعني فيه مود باس ماشي هو اللي بغينا. نفترضوا ان الاغلبيه ما دايرش فاليداسيون اون دو زيتاب، غتدخل دير لا فاليداسيون اون دو زيتاب، كتدخل يقدر يطلبوا لك عاود مره اخرى المود باس، المهم الا ما كنتش اونجستري تعاود ديرو. من بعد تمشي لواحد الخانه تلقى فيها واحد لا ليست، سيليكسيوني فيها بحال لو بي ديالك، دير طاب، سيليكسيوني لو نيميرو ديال التليفون ديالك، ما كيعطيوش باش دير الايميل، كيدير غير لو نيميرو ديال التليفون ديالك، غاتسيليكسيوني هذاك لو نيميرو ديال التليفون وغتمشي بالطاب، غتلقى واحد دو بوطو راديو غيقول لك واش بغيتي ابيل فوكال ولا ابيل ولا ميساج. غادي دير ميساج اس ام اس، لا كل واحد بغى يدير فوكال يديرها، المهم يدير ميساج. من بعد يدير سويفون ويمشي ياخذها ويجي هذاك الكود عبر الهاتف، او مباشره من كدير سويفون كتوقف على واحد شون دي ديسيون، حاول ما يتعطلش بزاف، ياخذ المود باس من هذاك من البورتابل ديالو ويكوليه تماك ويمشي عاود سويفون ويصبر واحد شويه ويدير طابلي الاكتيفي وخرج صافي. هاد العمليه هنا لاكتيفاسيون كملات. دابا راه درنا لا فاليداسيون اون دو زيتاب، غادي نمشيو للمودو باس دابليكاسيون. ندخل كيما قلت نمشيو للنافيغاتور نديرو لا ميم ادريس اللي درنا http://s/account.google.com. ومن بعد نمشيو للسيكوريتي، ومن بعد ندير اونتري. بطبيعة الحال ما نسيتش باش قضيت البولك المود باس والايميل، بطبيعة الحال غديرو بعد ما طابي لادريس اللي قلت لها اللي قلت. غتقلب من بعد على سيكوريتي، من سيكوريتي غتمشي بالليان غتلقى مود باس، ما تلتفتش ليها، تلقى مود باس دابليكاسيون اونتري. ومن بعد تنزل حتى تلقى واحد سيليكسيوني ان ابليكاسيون، يدير عليها اونتري، ومن بعد غتجيك واحد لا ليست، غادي تكليكي على ميساجري دير عليها اونتري وطابيلي غتلقى واحد لا ليست اخرى تما، غادي تلقى داك في ديك لا ليست
مجموعة ديال لي زاباري اللي يمكنك تكليكي عليها تما اللي بغا يدير الايفون ولا بغا يدير غيرها. المهم ينزل المقصود ديالي انا بحال اللي بغا يخدم مثلا ويندوز ميل، ينزل حتى يسمع اورديناتور ويندوز، يدير عليها اونتري، يطابيلي البوطون جينيري، بوطون جينيري اونتري، تما كيلقى واحد الكود غادي ياخدو، هاد الكود غادي ياخدو يحتفظ به ما يضيعو ما والو، ومن بعد ديك الساعات يمشي يدخل ويندوز ميل ديالو ويمشي الت فليش دروا اوتي فليش او حتى الكونت اونتري، يسيليكسيوني الكونت ديالو ويطابي لي حتى البروبريتي ويمشي يفيريفي في الادريس في اونجلي جينيرال واش مكتوب ذاك الايميل ديالو مزيان، الا ما كانش مكتوب يعاود يطابيه، لان فاش كتكون دخلت يكون ديك سيكوريتي ما سيكوريتي يقدر يكون تمحى. المهم يفيريفي الايميل واش مكتوب، يمشي حتى البوطون، يمشي طاب 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 حتى الانجلي جينيرال فليش دروا اونجلي سيرفور، يطاب لي حتى عاود لو رونت ديوتيليزاتور يشوف واش الايميل ديالو مكتوب مزيان ماشي مشكل، طاب يدير طاب مره واحده غادي يقول ليه مودو باس استيريسك، المهم سواء مكتوب او ما مكتوبش يقولي مباشره هاد الكود اللي جابو، هاد المودو باس دابليكاسيون اللي كيتكون في الغالب من 16 الكاركتير، ويطابي لي الاوكي ومن بعد فيرمي صافي العمليه. دابا ديك الساعه الميساج غيجيوه او في الميساج غيجي غيبقاو يدخلوا ليه، ومن بعد من الاحسن يحتفظ داك الياف ديالو اللي كي يجمع ديك البارامتر باش مره اخرى وكاد فورماتاج ولا شي حاجه ما يحتاجش يبقى عادي يبقى يكتب هذاك المود باس ولا كذا، ولكن دو بريفيرونس هذاك المود باس يحتفظ به يصلح ليه بحال هذا الشيء في الويندوز ميل وغيرها او بحال هذه الحالات مثل اللي كتعلق بالويندوز، والمود باس العادي كما قلت راه تيبقى صالح في لو نافيغاتور ملي تبغي تفتح شي ميل ديالك. بقات واحد المرحله اخيره هو انه ملي كتاخذ ملي كتدير لا فاليداسيون اون دوزي تاب كتجيك واحد الميساج من جوجل، هما راه يصيفطوا لك الميساج واخا باقي ما اكتيفيتش داك، واخا باقي ما كوليتش المود باس ابليكاسيون في الايميل في ويندوز ميل، حيت هما دابا يعني تبغي مصلحتهم راه يصيفطوا ماشي مشكل. المهم كتلقى واحد الميساج تماك وغتدخل الايميل ديال كيما قلنا وتلقى واحد الميساج وتنزل بالفليش حتى تلقى بوغ فيغيفي لا لي باغاميتر دو لا فاليداسيون اون دو زيتاب اي ابورتي اي اي ابورتي دي موديفيكاسيون ليان كليكي، تنزل لتحت تلقى ليان كليكي سي نديرو عليها اونتري، وديك الساعة تفتح لنا واحد لاباج الا كنا مكونيكتينها هي ما كونيكتيش غيطلب لنا الايميل مود باس نزلو، احتمال الا قال لك ليان اما تلقى ليان ديزاكتيفي معناه الامور خدمت صافي ما دير والو، وتنزل فليش احتمال تلقى كيقول لك زعما واش انت بوطون سيتي موا ولا بوطون سوني با موا، اذا غتكليكي بطبيعه الحال الا كانت هاد لي دو بوطون غيكليكي الانسان على بوطون وي سيتي موا راني انا بلاصتها مباشره ما دير اونتري غتولي بوطون انولي صافي خلي الامور وغمي غيطلع الفليش غيقول ليه ميرسي دافواغ كذا كذا شكرا لانك اكدتي ما اكدتي، يخرج في حاله. وكما قلت الى لقيت غير ليان ديزاكتيفي وما كاينش هاد لي دو بوطون صافي ما صافي العمليه ما يدير والو، غيلقى عاود مين يدير لو مود باس دابليكاسيون مين غياخدو غيجي واحد الميساج حتى هو من جوجل ويدخل داك الايميل داك الايميل ديالو وغيلقى ليان كونسلتي لاكتيفيتي يدير عليها اونتري، الا ما كانش ما تفتح لا باج الا ما كانش مكونيكتي غيدير الايميل مود باس وينزل هنا بدون شك غادي يلقى يعني التاكيد خصك تاكد بوطون سي تي موا ولا وي وي بوطون سي تي موا ولا بوطون نو سي ني با موا، هنا غيكليكي بطبيعه الحال على بوطون وي سي تي موا اونتري في مكانها غيتولي بوطون انيلي ما غايدير فيها والو يخليها بطبيعه الحال ما حنا ما غيانيليش العمليه لانه هو دخل باش ياكد، ومن غيطلع غيقول ليه ميرسي ما ميرسي بحال داك الكلام السابق ويخرج في حاله. فبهذه المسألة غتكون يعني العملية تمت ويقدر يخدم ويندوز ميل بكل أمان وسهولة، وشكرا نتمنى إن شاء الله ما نكونش سرعت، وبارك الله فيكم.